في حومة من حوم تونس فما جنينة مزيانة وين المواطنين والمواطنات كبار وصغار يلقاو وين يمارسوا حقهم في الترفيه. فما جماعة ولاو يعملوا في المشاكل في الجنينة ويفكوا في فلوس الناس ويخوفوا فيهم. البلدية تقلقت مشكيات وقررت تسكر جنينة نهائيا حفاظا على الأمن العام وسلامة الناس. تلموا الناس وقرروا أنهم يطالبوا بحلين جنينة مرة أخرى لأنها البقعة الوحيدة اللي يتفرهدوا فيها، ومشاو للمحكمة اشكاوا بالبلدية. البلدية قالت أنه تسكير الجنينة كان ضرورة لحماية الأمن العام وسلامة الناس، والسكان قالوا أنه صحيح فما مشاكل، أما من جهة أخرى كمواطنين من حقهم أنه يتفرهدوا ويشموا الهواء. في الأول ثبت القاضي من احترام الإجراء للقانون والدستور، خاصة الفصل 49 اللي نص على مبدأ التناسب، واعتبر أنه صحيح من الضروري للبلدية تتدخل باش تحمي الأمن العام والسلامة العامة من الإجرام، لكن البلدية كان ممكن تاخو إجراءات أخرى أقل ضرر كما تكثيف الدوريات الأمنية وتكثيف الإنارة في الليل واللي تخليها تكون أكثر تناسب مع الوضعية باش تحمي الأمن العام وتخلي الناس يتمتعوا بحقوقهم. وهذاك علاش قررت المحكمة أنه لازم البلدية تتدخل لحماية الأمن العام وسلامة الناس من الإجرام، إلا أنها مطالبة باعتماد إجراءات أكثر تناسب بين الوضعية اللي تنظمها والغاية اللي تحب تحققها. دستور تونس اليوم متاع الثورة مش حبر على ورق، اليوم الدستور حقوق وحريات ودولة قانون، أما زاد آليات ووسائل عملية تعاون كل مواطن باش يهز دستوره في يده ويمشي للمحكمة معاه الفصل 49 ومبدأ التناسب ويدافع على حق وحريته من الانتهاك والتقييد.